المحاضرة اللي فاتت احنا خدنا كوبري المرة اللي فاتت وقمنا جايين حاسبين الكيو ديد لود والام ديد لود اللي جايين على الكوبري، تمام؟ يبقى الام ديد لود والكيو ديد لود دي اللي احنا حسبناهم زائد الامباكت طبعا، دول اللي احنا هنستخدمهم النهاردة في التصميم ازاي. طيب لو خدنا البليت جيردر، خلي بالنا بقى من الكلام بتاع المحاضرة بتاع النهاردة ده، كلام سهل وظريف جدا. البليت جيردر بيتكون من ايه؟ اي سيكشن، بس الاي سيكشن ده مش جاي من الجدول، انا بكونه على ايدي، بجيب فلانجة وبجيب الويب وبجيب فلانجة تانية ولحمهم من عندي. عشان كده هتخلي بالك الفلانجة اهي والويب اهو والفلانجة، وفي النقطتين اللي فوق دول اللي هو بيرمزوا للحام فوق وتحت، والابعاد بتاعتنا هنتفق على الرموز دلوقتي. اهم حاجة ان احنا نعرف كل القصة ديت متربطة مع بعضها ازاي وماشية ازاي، عشان التصميم ده سهل وبسيط ودرجات في الامتحان ما تقلش عن 20 درجة بالسهولة. عرض الفلانج هنسميه BFL، بي فلانج. سمك الفلانج هنسميه TFL. الويب هنسميه DW. طيب تخنت الويب TW. طيب عشان اعرف الحم، خلي بالنا بقى ايه القصه اللي قدامنا ديت في الويب غير العادي. بص للشمال عندك، الويب بتاعك ده هيبقى ال على 10، هناخده دلوقتي يقل على 10 يقل على 12. طيب لو عندي الاسبان 30 متر وهقسم ال على 10، تمام، الويب هيبقى كم متر؟ 3 متر. واخدين بالنا؟ طيب سمك الويب ده كام؟ سمك الويب ده هوت بيبقى سنتي، سنتي واتنين من عشرة. انت متتخيل 3 متر يعني ارتفاع دور عندك، وهتبص من الجنب هتلاقي السمك بتاعه سنتي، سنتي واتنين من عشرة، 12 ملي يعني. هتبص عليه كأنك بتبص على ورقة بالظبط من الجنب، تمام؟ ايه اللي بيحصل؟ الويب ده بيبقى ضعيف جدا، فدلوقتي مع الأحمال اللي جاية عليه لازم أدعمه بدعامات أفقية ورأسية أو رأسية بس، تمام؟ أقلها واحد رأسي عند الكروس جيردر اللي هو الخط اللي ماشي تحت الكروس جيردر ده بنسميه فيرتيكال ستيفنر. المسافة بين الفيرتيكال ستيفنر والتاني بتتراوح من متر ونص المتر وتمانين، تمام؟ يبقى أقصاها متر تمانين. يبقى المسافة لو بين الكروس جيردر والكروس جيردر 63، أحط واحد في النص، هيبقى عندي كام؟ مسافتين كل واحدة منهم متر 80. طيب افرض هي 4 متر ونص، هاخد 3 كل واحدة منهم متر ونص، تمام؟ يبقى المسافة بتتراوح من متر ونص المتر 80، لازم أحط فيرتيكال ستيفنر. يبقى الفيرتيكال ده أساسي غصب عني، لازم أحط واحد تحت الكروس جيردر وفي النص فيرتيكال ستيفنر. بيجيلك في الإليفيجن دايما في آخر السنة، إذا ما كانش أنت بقى المشروع بتاعك سيادتك اللي بتقسم الفيرتيكال ستيفنر. طب إيه الهوريزونتال ده؟ الهوريزونتال ده ساعات بيبقى الباكلينج برضو بتاع الويب مش مكفي، هنشوف اللي تشيك بتاع الباكلينج المحاضرة الجاي. يبقى الويب بتاعي ده هوت ممكن ينبعج، ولو انبعج الويب الكوبري كله بيقع، لو الويب انبعج الكوبري كله بيقع، ده العصب زي العمود الفقري اللي شايل الدنيا كلها مع بعضها، تمام؟ يبقى أنا دلوقتي الهوريزونتال، يبقى أخد هوريزونتال يا فيرتيكال. طيب في السكشن بقى اللي هو اللي على اليمين، الهوريزونتال ده هو ممكن أخده زاوية بالشكل ده، وفي ناس ممكن تجيب تي سكشن، تي سكشن اللي هي نص الآي وتقوم جاية لحمهم هنا، تمام؟ طيب الفيرتيكال ده، الفيرتيكال ده ممكن أجيب بليت. دكتور نعم يا حبيبي، في حد كل شوية يطلعني من الميتنج مين اللي بيعمل كده؟ ومفيش حد من صلاحيته انه يطلعك من الميتنج اصلا، مين اللي هيطلعك؟ محدش معرفش، انا معرفش ازاي حد يطلع التاني من الميتنج اصلا، اذا كنت انا اللي عامل الانفيتيشن. لو حد بيعمل كده فاخوكم محمد. يا جماعة احنا مش مفيش وقت نضيعه، الساعة 2:30 والناس صايمة، عايزين نخلص 3:30 لو سمحت، تمام؟
يبقى انا دلوقتي كله سامع دلوقتي ومتابع معانا يا جماعه؟ معاك يا دكتور. معاك يا دكتور. طيب معاك. طيب يبقى احنا لو بصينا على اليمين الهوريزونتال ستيفنر ده اللي هي الزاويه دي بتتلحم هنا. طيب الفيرتيكال جاي ازاي بقى؟ خلي بالك الفيرتيكال هو البليت اللي هنا ده، شوف مقطوع من حته فوق اهو، في حته فتحه اقول لك ليه دلوقتي، ونازل تحت اهو اهو اهو، وبعدين كيرف تاني ويجي هنا ويطلع فوق، يبقى ده العصب اللي هو الفيرتيكال، حته بليت. وساعات ما بيبقاش مكفي بليت، ممكن احط تي فلانج برضو، تي سيكشن، نص اي بيم او نص ايه قطاع عمود، اقوم جاي قسمه نصين واحطه على اليمين وعلى الشمال. يبقى الفيرتيكال ستيفنر او الهوريزونتال ستيفنر ممكن يبقى بليت، وممكن يبقى زاويه، وممكن يبقى نص اي بيم اللي هي نص اتش اي بي او برود فلانج اي بيم قطاع اي يعني. طب ليه الكيرف اللي فوق ده بقى؟ خلي بالك اللحام ممنوع ان اتنين لحام يتقطعوا مع بعض، اللحام الراسي ده هو وفي لحام افقي فوق اهو، اللحام الافقي اللي هو بيربط الفلانجة مع الويب ده ماشي بطول الكوبري خالص وانا ماشي. طيب اللحام الراسي ده اللي بيربط الاستفنر في الويب، فممنوع ان اللحامين يتقطعوا مع بعض، لان ده بيعمل كان في فجوه في اللحام، بيبقى نقطه ضعف فين؟ في اللحام. فاقوم جاي عامل كيرف اهو وماشي فوق. طيب يبقى انا اتفقنا على البي اف ال والتي اف ال والدي دبليو والتي دبليو والتي اف ال. طيب في مسافه عندي اللي هي السي دي، ايه السي دي بقى؟ المسافه من نهايه الفلانجه لغايه وش الويب، دي هنسميها مسافه سي، هنعرفها دلوقتي لانها بتديني كونديشن الحته ديت هي اللي بيحصل فيها الرفرفه بتاعتي بتاعت الفلانجه، تبقى اضعف حته في الباكلينج تحت الفلانجه نتيجه الضغط، فدي مهمه ان احنا ما نتعداش فيها قيمه معينه هقول لكم عليها من شويه. طيب الهوريزونتال ستيفنر احطه ايه فين؟ احطه في نقطه الربع يا خمس الدي دبليو. يبقى انا دلوقتي الدي دبليو اهو هحط في الربع الى الخمس ستيفنر هوريزونتال، اذا انا حبيت، اذا ما جالكش في الرسم خلاص، اذا جالك فيرتيكال بس خلاص اشتغل عليه. تمام؟ يبقى في ملخص ان الويب بتاعي ده لازم يتشرح بشرائح عن طريق ستيفنرز فيرتيكال وهوريزونتال، واتفقنا في القطاع بتاعي بتاع البي اف ال والتي اف ال والدي دبليو والتي دبليو والسي. تمام؟ يبقى انا دلوقتي عرفت كل القصه دهيت في الاي سيكشن او البليد جيردر بتاعي اللي انا هصمم. حد عنده اي مشكله دلوقتي في الجزء الاولاني ده؟ يا دكتور هي الفيرتيكال ستيفنر موجوده في الويب جنب الويب على طول؟ الفيرتيكال ستيفنر مش جنب، هي 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 سانده الويب، هي سانده الويب. تمام؟ لو بصينا في الجنب هتبان لك زي ما انت شايف كده في السكشن، زي ما انت شايف مكانها في الاليفيجن اهو، واحد تحت الكروس جيردر اهو، وفي النص واحد بليت، بقوم جاي حطه من الجنب كده. لو خدت سكشن بتاعك هنا طبعا مبين خط اللي هي لو انا واخده فلات او خوصه بليت، هيبان لي هنا خطين جنب بعض، بس طبعا بالسكيل سمك البليت ده بيبقى مثلا 10 ملي او 1 سنتي، فبيبان لي كانه خط هنا في الاليفيشن. تمام؟ يبقى هو هنا هو البليت جاي لك فين؟ اهو بالظبط كده، لازق في الويب ولازق في الفلانجه فوق برضه اهو، يبقى ساند الفلانجه وساند الويب الاثنين مع بعض. دكتور فهمت يا باشمهندس؟ تمام يا دكتور. تمام 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 خلاص. يبقى احنا عرفنا اللي او. طب ابدا التصميم ازاي؟ التصميم ده اسهل ما يمكن لو حضرتك مشيت بالخطوات اللي انا ماشي بيها دي، مش استحاله تغلط، استحاله تغلط. انا عندي من حساب الاحمال على المين جيردر والستريننج اكشن حسبت الكيو ديد زائد لايف زائد الامباكت والام ديد زائد لايف زائد الامباكت، يبقى دول المعلومات جيفن، والكيو ديد والام ديد وانا حسبت من المحاضره اللي فاتت. طب ابدا ازاي؟ بص بقى يا ريس، هقوم جاي قايل ان الدي دبليو
اكبر من او يساوي ال على 10. طيب ال اللي زمان بتاع الكوبري، لو انا شغال ريلوي زي ما احنا شغالين الفصل ده هقسم ال على 10، يبقى لو عندي ال 28 متر هقسم على 10 تديني 2 متر 80 او 280 ايه سم. طيب لو انت رودواي بريدج وبليد جيردر هقسم ال على 12. يبقى انا اول خطوه ابداها اجيب الدي دبليو، يبقى اول حاجه في القطاع ده بكونها الدي دبليو ده اهي، اقوم جاي قاسم ال ال على 10 تديني الدبس بتاعي 3 متر 82 72 حسب الاسبان بتاع الكوبري. يبقى دي اول خطوه. طيب طب تاني خطوه بقى، دخنت الويب التي دبليو هجيبها ازاي؟ قال لك سهله جدا، مش انا عارف الشير، ادي الشير اهو تمام، وعارف اقصى اجهاد شير لستيل 44 اهو 98 من 100 طن على السنتيمتر المسطح. طيب يبقى الشير بيساوي ايه؟ قال لك هاخده كافرج بس في الاول كده، الكيو على الاريا بتاع الويب اللي هي دي دبليو تي دبليو، واساوي الكلام ده بالاسترس بتاع الشير تمام. يبقى انا معلوم مين؟ ال 98 من 100 معلوم، الدي دبليو معلوم، الكيو ديت زائد لايف زائد الامباكت معلومه، اقدر اجيب مين؟ ها تي دبليو. تي دبليو يبقى انا لو جبت التي دبليو هجيبها اخدها كام؟ اخدها يا واحد سنتي، اصحى بقى معايا، يا واحد سنتي يا واحد واثنين كله اعداد زوج، يا واحد واربعة من عشرة سنتي، يا واحد وستة من عشرة سنتي انسو اون وانت ماشي تمام. يبقى انا اخدها عدد دايما زوجي، يا عشرة ملي اللي هي واحد سنتي، 12 ملي واحد واثنين من عشرة سنتي، 14 ملي واحد واربعة من عشرة سنتي. يبقى انا دلوقتي تخنت الويب بتيجي من حاجتين، الشير لازم الويب هو دايما اللي بيشيل الشير، فلازم اتاكد ان الويب هيقاوم الشير تو سيف جارد اجينست شير، ان الشيرنج ستريس على الويب ما يزيدش عن الالاوبل شيرنج ستريس للستيل 44 اللي انا شغال بيه في الكوبري تمام. يبقى دي اول واحده جبت منها التخانه. طيب لازم اتاكد ان الباكلنج مش هيحصل بتاع الويب، يبقى كل اللي بعمله ده مش مظبوط. طيب الباكلينج ده المحاضرة اللي جاية، طب اعمل ايه المحاضرة دي؟ قال لك خده دلوقتي بيساوي دي دبلو على 200 لغاية ما نعمل عليه تشيك. دي دبلو معلومة، 200 ده ثابت، هقدر افرض انا ايه الاثنين، هحسب مرة من الشير واحسب مرة من الباكلينج واخد التي دبلو الكبير. هنشوف مثال دلوقتي بالارقام بس احنا ماشيين مع بعض. يبقى لو رجعنا هنا كوننا ايه بقى في البليك جيردر؟ كوننا الدي دبليو وكوننا التي دبليو، كوننا الدي دبليو والتي دبليو. نعم دكتور لو سمحت، نعم. بس في لاج، في لاج في في المؤشر والشاشه والصوت. عند مين ده؟ عندك انت بس. انا شيء انا انا حد يا جماعه حد يقول له، يمكن انت النت عندك احمد ابراهيم معايا مش كده؟ ايوه دكتور مع حضرتك. انا النت عندي ما فيهاش مشكله. في حد يا جماعه مش سامع برضو زي ما اخوك احمد؟ انا سامع بس في لجا دكتور بين الصوت والصوره، فعلى ما حضرتك بتشاور على حاجه وانت بتتكلم عليها على ما السامع يوصل لي. طيب حضرتك بتتكلم في حته ثانيه. خلاص يعني نهدي شويه. تمام خلاص. يبقى احنا دلوقتي في القطاع بتاعي ده هوت ايه اللي احنا عندنا وتعرفنا عليه لغايه دلوقتي؟ دي دبليو بتساوي ال على 10، وعرفنا التي دبليو جبناها مره من الشير ستريس وجبناها مره من الباكلينج. يبقى انا دلوقتي في قطاع الاي سيكشن بتاع البليد جيردر عرفت دلوقتي الدبس بتاع الويب الدي دبليو، وعرفت تخنت الويب بتاعتي تي دبليو. تمام كده؟ تمام يا دكتور. تمام خلاص. ايه بقى بعد كده الخطوه الثانيه؟ ها ايه اللي ناقص بقى دلوقتي؟ انا عرفت دلوقتي الدي دبليو، ناقص الفلانج. طيب اول حاجه ثالث خطوه اعرف عرض الفلانج ده بيساوي قد ايه. هناخد عرض الفلانج ده من 17 من 100 ل 2 من 10 الدي دبليو،
طيب دي دبل انا عرفتها سي 3 متر مثلا، يبقى اضرب 17 من 100 في 3 هي 2 من 10 في 3. هنتفق انا وانتوا دلوقتي ناخدها كام 2 من 10 دي دبل اللي هي اقصى واحد، تمام؟ عشان نثبت الارقام عشان نعرف نشيك على بعضنا. ممكن تاخد في النص بين، بس ما تاخدش فوق، لانك لو خدت فوق شكل القطاع بتاعك ما بيبقاش كويس. يبقى انا البي فلانج هتساوي مسافه ثابت كونستنت من 17 من 100 ل 2 من 10 الدي دبليو، هنتفق ناخدها 2 من 10 دي دبليو. يبقى لو انا دلوقتي الدي دبليو معلومه، عرفت كمان هنا مين عرض الفلانجة اللي ايه اللي موجوده فوق. ناقص ايه بقى؟ حد يقول لي ناقص ايه؟ انا عرفت الدبس بتاع الدي دبليو، وعرفت التي دبليو، تمام، وعرفت البي فلانج. ناقص ايه؟ سمك الفلانج. سمك الفلانج، الله ينور عليك. اعرف سمك الفلانج دي ازاي؟ سهله جدا وظريفه جدا. احنا دايما عندنا المومنت، المومنت بيساوي قوه في بعد، مش كده؟ طيب لو انا قسمت المومنت اللي عندي، طب المومنت عندي ما انا حاسب الام ديت زائد لايف زائد الامباكت من المحاضره اللي فاتت، هقسم المومنت ده هو على ديبس، هيديني ايه؟ القوة اللي في الفلانج اللي فوق كومبريشن، والقوة اللي في الفلانج التحتانية التنش. طيب انا ما اعرفش مين هنا الواي سي تي، الواي سي تي اللي هو الديبس اللي بين الكومبريشن والتنش. من القطاعات اللي قبل كده والتصميم بتطلع في الحدود دهيت، مش بعيدة عن كده، تمام؟ واحنا هنعمل تشيك تاني. قال لك ان الواي سي تي هيساوي 97 من 100 الدي دبليو للسنجل تراك، او 99 من 100 الدي دبليو فين للدبل تراك. طيب يبقى انا دلوقتي لو اعرف التي اللي هي هتساوي السي هتساوي الام زد زائد لايف زائد الامباكت معلومه، يبقى انا لو قسمت المومنت ده على الواي سي تي، الواي سي تي معلوم دلوقتي عن يا 97 من 100 دي دبليو يا 99 من 100 دي دبليو. الكلام ده هيديني ايه؟ قوه تنشن او كومبريشن الاثنين قد بعض. القوه هتساوي مين؟ الاريا الفلانج في الاسترس اللي موجود فين في الفلانج، اريا فلانج في الاف ماكس، تمام. طيب الاف ماكسيمم هتساوي ايه؟ قال لك ان الاف ماكسيمم هتساوي الفاتيج ستريس اف اس ار على واحد ناقص الام ديد على الام ديد زائد لايف زائد الامباكت. دي معلومه ودي معلومة. طبعا أقل من أو بيساوي 1.6 طن على السنتيمتر المسطح، والإف إس آر بتاعت الفتيج أنا أخدها 1.26 من 100 طن على السنتيمتر المسطح لنمبر أوف سايكلز 2×10^6 وسبان أقل من أو يساوي 30. يعني الإف إس آر ثابت 1.26 من 100 طن على السنتيمتر المسطح، إم ديد وإم ديد زائد لايف زائد الإمباكت حسبناهم من المحاضرة اللي فات. كلام واضح ولا لا؟ الصوت قطع بس يا دكتور في الـ FSR. طيب الـ FSR أنا دلوقتي عندي الـ F maximum هتساوي الـ FSR على واحد ناقص الـ M dead على الـ M dead زائد live زائد الـ impact. الـ FSR ثابتة هتساوي 1.26 من 100 طن على السنتيمتر المسطح، ده افتراض بناخدها النمبر اوف سايكلز 2×10^6 والسبان اقل من او يساوي 30. يعني اعتبر انها قيمه معلومه عندك 1.26 من 100 طن على السنتيمتر المسطح، تمام. يبقى الاف ماكسيمم هقسم 1.26 من 100 على واحد ناقص الام ديد على الام ديد زائد لايف زائد الامباكت، هتديني الاف ماكسيمم اقل من او يساوي 1.6. اذا طلعت 1.5 اخدها 1.5، طلعت 1.7 اخدها 1.6، تمام. يبقى بنراجع تاني، القوه التي اللي هي هتساوي الكومبريشن هتساوي المومنت على الواي سي تي. طيب الواي سي تي هتساوي كام؟ يا 97 من 100 دي دبليو يا 99 من 100 دي دبليو، تمام. اقسم دي على دي هتديني قوه، اسويها بمين؟ بالاريا بتاع الفلانج في الاف ماكسيمم. الاف ماكسيمم معلوم،
هتساوي 1.26 على 1 ناقص الام ديت زائد لايف زائد الامباكت، وطلع من هنا اف ماكسو. يبقى ايه اللي مجهول عندي دلوقتي؟ تعالى ها الاريا فلانج بقى. الاريا فلانج، الله ينور. الاريا فلانج بقى مش اللي الفلانج بس، لا بناخد الفلانج وحته من الويب، لان القوه الكومبريشن ديت بتبقى متركزه، ما بتجيش بالظبط في الفلانج، بتيجي بين الحته من الفلانج وحته من الويب. فهناخدها عباره عن اريا فلانج بليت اللي هي البي فلانج تي فلانج زائد سوتس الاريا ويب اللي هي سوتس الدي دبليو تي دبليو. طيب يبقى انا دلوقتي الاريا فلانج اتعرف، هسويها بالبي فلانج تي فلانج زائد سوتس الدي دبليو تي دبليو. التي دبليو معلومه، الدي دبليو معلومه، الاريا فلانج اللي على الشمال معلومه، تمام. يبقى الاريا بتاع الفلانج بليت بي فلانج بليت معلومه في التي فلانج بليت، نقدر نجيب مين دلوقتي؟ ها هنجيب بقى الاريا بتاع الاريا فلانج بليت، لا نجيب سمك الفلانج بليت اللي هي التي فلانج بليت. هعمل لكم سل قدامكم دلوقتي وهتشوفوا الكلام ده بالظبط حالا دلوقتي. يبقى بعد ما نجيب الاريا فلانج بليت انا اقدر نطلع التي فلانج بليت، يبقى احنا عرفناه. خلي بالنا بقى، التي فلانج بليت اللي احنا جايبينها لازم تبقى اقل من او بيساوي 5 سنتي. طب لو طلعت اكبر من 5 سنتي اعمل ايه؟ هاخد لوحين فوق بعض، هوريك شكلهم اهوت حالا دلوقتي اهو. هاخد لوحين او هتيجي في اخر في اخر المحاضره هنجل لوح تحت اهو ولوح فوق، تمام. ده في الابر فلانج، ده التحتاني، واسيب مسافه 25 مللي يمين وشمال عشان بلحم فيها زي ما انتم شايفين. يبقى انا دلوقتي لو طلعت اكبر من 5 سنتي هقسمهم باللوحين. افرض طلعت 6 اخد 1 3 و3، وده اخده اقل من ده ب 25 مللي عشان اعرف الحم اللوحين في بعض زي ما انتم شايفين كده، تمام. هي دي يا دكتور للابر فلانج، الابر فلانج هتبقى لوحين فوق بعض، واللور فلانج كمان لوحين لو طلعت اكبر من 5 سنتي. ما هي التي فلانج اللي بتيجي ديت للابر واللور، التي هتساوي السي. يبقى انا دلوقتي التي هتساوي السي، وهساويها انا بالاريا فلانج، هطلع التي فلانج. طلعت التي فلانج اقل من 5 باخد لوح واحد، لو طلعت اكبر من 5 باخد لوحين. تمام قوي، تمام. هنشوف مثال دلوقتي. اهم حاجه ايه المسافه سي ظهرت عندي اهي بقى. ايه حكايه السي دي بقى؟ قال لك بعد ما احسب التي فلانج المسافه التي فلانج دهيت لازم تبقى اكبر من او يساوي السي على 12. السي اللي هي المسافه من نهايه الفلانج بليت لغايه وش الويب دي بتبقى معلوم، اقوم جاي اسامها على 12. افرض طلعت 3 وانا عندي تخنت الفلانج 4 سنتي، يبقى ما فيش عندي مشكله. المشكله في دي ايه؟ لما بتبقى السي على 12 اكبر من التي فلانج معناها ان القطاع ده رفيع او بتاع الفلانجه، هيحصل فيه باكلنج للفلانشه تحت الكومبريشن، وده مش مسموح بيه نهائي في الكباري، تمام. يبقى احنا دلوقتي تي فلانج بعد ما طلعت هتاكد الاول انها اقل من او بيساوي 5، لو اكبر من 5 هاخدهم لوحين، واتاكد انها برضو اكبر من او يساوي السي على 12. هنشوف مثال دلوقتي. طيب بعد ما خلص، لو سيادتك قعدت في المحاضره وعملت كل الخطوات دي ووقفت لغايه هنا، ولا بتاخد الا يمكن 20% من الضرر، لان ده كله فرض للقطاع، ده كله فرض للقطاع. اللي تشك بتاعي بقى اللي هو اقول ايه؟ الاستريس هيساوي الام على الاي في واي، ام ديت زائد لايف زائد الامباكت على الاي في واي اقل من او يساوي اف ماكسيمم، ده في التنشن. طب في الكومبريشن اف لاترال تورشنال باكلينج، دي اللي احنا هنعمل لها تشيك النهارده في المحاضره، تمام. يبقى انا هعمل تشيك الاول على التنشن اقل من او يساوي اف ماكسيمم، والكومبريشن هو نفس المومنت ونفس الاستريس، بس لازم يبقى اقل من اف لاترال تورشنال باكلينج، الاجهاد المسموح به اللي ما يسمحش بانبعاج للفلانجه نتيجه التورشن. طيب ناخد مثال بقى قبل ما ايه
قبل ما الكلام ده يطير من دماغه. اهو ديزاين ديزاين a double track open timber floor railway bridge تمام having لينس بتاعي 30 متر امديد 310.5 طن متر امديد زائد لايف زائد امباكت 1585.9 طن متر كيو ديد زائد لايف زائد الامباكت 230. كل الكلام ده معروف منين؟ من المحاضرة اللي فات. ستيل 44 جيفن والاف اس ار جيفن. عايزين نصم نعمل ايه؟ يلا اول خطوة نفس الخطوات الدي دبلو اكبر من او يساوي الا على 10 30 على 10 3 متر او 300 سم اهو. تاني خطوة تخنت الويب يبقى تخنت الويب هجيبها منين؟ to safeguard against shear اقول تي دبليو هتساوي كيو ديد زائد لايف زائد الامباكت على الدي دبليو تي على الاستريس الدي دبليو 300 وعلى الاستريس 98% ما تنساش تخلي وحداتك طن وسنتي هتديك 97% ينفع اخدها 78% ينفع اخدها لا اقل حاجه في كباري والسكة الحديد 1 سنتي 10 ملي يبقى هنا خدها كام 1 سنتي اهو. طيب to safeguard against buckling هاخدها الاسبان على 200 300 على 200 طلعت كام 1.5 المفروض ناخدهم زوجي يا 1.4 يا 1.6 لو انت في الامتحان خدها 1.6 عشان تسيف معاك تمام. لكن انا هنا دلوقتي كمان دي قيمه تقريبيه احنا هنرجع نعمل تشيك على الويب المحاضره الجاي فناخدها 1.4 سنتي عشان ما نزودش في التخانات بدون لازمه لان 1.4 سنتي هتسيف زي ما هنشوف دلوقتي. كلام واضح واللي عنده اي استفسار يقول على طول بالراحه وما عنديش اي مشكله خالص ان احنا نقف ونعمل تشيك مع بعض على اللي انتوا عايزينه. كلام واضح؟ تمام واضح. تمام يبقى انا دلوقتي خلاص عرفنا دي. طيب نكمل اقوم جاي داخل بقى على عرض الفلانج 2/10 الدي دبل 2/10 في 300 ب 60 سم يبقى انا اهو اقوم جاي راسم كروكي بايديا كده مستطيل فوق وويب ومستطيل تحت عرفت الدبس هنا 300 عرفت تخنت الويب 1.4 عرفت عرض الفلانج 60 ناقص تخنت مين الفلانج هقول ايه بقى ده دبل تراك واي سي تي هتساوي 99% دي دبليو 99% في 300 هتطلع 297 سنتي هقول الاف ماكسيمم 1.26 على 1 ناقص الام ديد على الام ديد زائد لايف زائد الامباكت طلعت 1.567 طن على السنتيمتر المسطح يبقى الاريا فلانج هتساوي ايه المومنت ما تنساش تضرب في 100 عشان تحول من طن متر لسنتي على الواي سي تي على الاف ماكس هتطلع لي مين 340.8 سنتيمتر مسطح هساوي الكلام ده ايه بقى بي في التي فلانج ده عرض الفلانج 60 في التي فلانج زائد سوتس الدي دبليو في التي دبليو هجيب دي الناحية التانية وأطلع سمك الفلانجة هتطلع سمك الفلانجة 4.51 سنتي هاخدها الأقرب 10 ملي أقرب ملي يبقى 4.6 إيه سنتي تمام. يبقى أنا دلوقتي عرفت القطاع بتاعي بتاع البليك جردر سمك الويب والدبس بتاع الويب سمك الفلانجة والعرض بتاع مين الفلانجة تمام. طيب نعمل تشيك اهو المسافة بقى السي خلي بالك السي بقى جيبها ساي نص الكلام ده 30.5 تخنت الويب 7/10 يبقى 29.3 دي المسافة سي من النهاية بتاعة الفلانجة لغاية وش الويب نص الستين 30 واطرح نص الويب اللي هو 7/10 سنتي يبقى دي 29.3 على 12 2.44 انا اكبر منها بكتير 4.6 في نفس الوقت اقل من 5 سنتي يبقى ما عنديش اي مشكله تمام.
اقوم جاي حاسب الاي بقى. الاي سهله جدا، كلكم تقدروا تحسبوها حوالين محور اكس، تخنت الويب في الاتش بتاعتي اس 3 على 12 زائد 2، الفلانجه اللي فوق القاعده في الارتفاع اس 3 على 12 زائد المساحه بتاع البليت في البعد عن اس جي تربيع، البعد اهو 150 زائد نص ال 4.6 2 وكام و3 من 10 اللي هي هتبقى 152 و3 من 10 تربيع. هطلع انا الاي اكس هتساوي القيمه دهيت سنتيمتر اس 4. ها اللي عنده اي استفسار يسال، انا هقف لغايه دلوقتي هنا اهو. اللي عنده اي استفسار، اي مشكله في اي حاجه مش متابع، يقول لنا واحنا نعيد له على اللي هو عايزه. دكتور بس المسافه اللي هي سي على 12 دي لو زادت عن 5 سنتي بتاثر على الـ على لا. على تحمل الفلانج. ال 5 سنتي حاجه ودي حاجه تانية. ال 5 سنتي ديت دي رقم كده عشان ان هي سمك البليد بيبقى كبير 5 سنتي لما بتيجي تلحمه. تخيل انت كده عندك بليد كبير كده 10 سنتي وعايز الحمه في ويب صغير، تمام؟ البليد ده اللي فوق ده بيبقى تخين قوي، والويب بتاعك سمكه سنتي بيكسره، انت واخد بالك؟ اللحام بيقوم جاي داخل كسر لك حتة من الويب، عامل لك فجوات فيه. فلو طلع اكبر من 5 سنتي فالمفروض بقسمه انا الاتنين بليت عشان ما يبقاش تخنت البليت اللي ملحومة في الويب كبيرة قوي عن الويب. المسافة اللي هي السي على 12 دي عشان اللاترال تورشنال باكلينج بتاع الفلانج. الفلانجة بتاعتي ممكن تلب فوق او تلب تحت لو هي طويلة. تخيل انت كده الويب الفلانجة دي مرفرفة جامد قوي 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 وعليها قوة ضغط كبيرة فوق، ايه اللي بيحصل فيها؟ بتلب، هتلاقيها تحصل معاك، يحصل لها باكلي. تمام أول. تمام فهمنا. احنا اهم حاجة نفهم، احنا مش بنحفظ، احنا عايزين ناس تطلع فاهمة تصميم. تمام. والحل هنا يا دكتور ان احنا نزود السمك في حالة ان هي طلعت؟ لا، الحل ان انا اطبق الكونديشنز اللي عندي، اطلع التيف لانش لو لقيتها اقل من 5 سنتي خلاص باخدها زي ما هي، يبقى خلصت من الكونديشن الاولاني. وبعدين اقوم جاي حاسب السي، لو انت واخد العرض بتاعك 2 من 10 دي دبلو لازم السي على 12 هتبقى متحقق. لو سيادتك قعدت تغير بقى وفي الابعاد وتمشي من دماغك وتفرض زي ما بعض الاخوه عملوا في الفصل الماضي، ويقول لك ما انا بعمل تشيك وهيطلع سيف، هيطلع سيف بس شكل القطاع بتاعك ما ينفعش اصلا يبقى قطاع كوبري، واخد بالك؟ يبقى انا لو هاخد 2 من 10 دي دبليو هتديك العرض 60، لازم الكونديشن السي على 12 هيطلع متحقق معاك لو انت واخد الابعاد زي ما احنا فرضناها بالشكل اللي قدام. تمام؟ تمام تمام. اللي تشيك اهو، اللي تشيك سهل وبسيط، ام ديت زائد لايف زائد امباكت في 100 على الاي في واي، ام على الاي في واي هتطلع 1.537 طن على السنتي، اقل من اف ماكسيمم يبقى 100 100 ومفيش اي مشاكل خالص. طيب الاف كومبريشن بقى هي نفس القيمه ال 1.537 اقل من هنا اف ماكسيمم في حاله التنش. في حالة الكمبريشن لازم الاسترس بتاع اللاترال تورشنال باكلينج هنشوفه دلوقتي. تمام؟ ودي الحتة بتاع 2 بليت، لو حضرتك هتاخد بليتين سمك الواحد التحتاني اهو، يبقى العرض بتاعك ان اهو بي فلانج اللي انت جايبها في التخانة اللي هي نص تقريبا اللي طلع عندك او اكبر منه شوي، يعني لو طلعت 6 مثلا ممكن اخد دي 3.2 من 10 واخد دي 2.8 من 10، تمام؟ او العكس يعني مش هتفرق، بس انت اهم حاجة ان البليد ده هو العريض والتاني اللي فوق ده هيقل عنه من الجناب 25 ملي يمين و25 ملي شمال عشان اقدر الحم الاتنين بليد في بعض. ما ينفعش اخد السمك زي بعضه يا دكتور؟ لو طلع خد السمك زي بعضه عادي مفيش مشكلة، واعمل تشيك وحقق الاريا فلانج. اصل انت دلوقتي عندك الاريا فلانج، عندك افرض الاريا فلانج طلعت مثلا زي ما طلعت معانا في المساله هنا اهو، كام هنا مثلا؟ خلينا نشوف، طلعت 340، قول هنا طلع مثلا معاك 6
واربعة من عشرة، ستة واربعة من عشرة، ما هو في واحد منهم أعرض من التاني بخمسة سنتي، فالعرض ده هو بتاع البي فلانج ده سي ستين، ده هو يبقى عرضه 55، تمام؟ فانت عايز التخانات تطلع زي بعض، انا ما عنديش مشكلة انها تطلع زي بعض، بس انت عشان تطلع زي بعض هتتعبك شوي، فانت افرض اللي تحت ده هو سمكه مثلا سي 3 مثلا او 3.2 من عشر، تمام؟ يبقى المساحة اللوحة تحتاني تعرف، يبقى الفؤالي هقسم على العرض بتاعي اللي هو اقل من 5 سنتي ده هو اقدر اجيب التخانة اللي فوق، تمام؟ اي طريقة تحب تعملها مش هتفرق معاك، المهم ان في الاخر تديني الاريا فلانج. الاريا فلانج والاتنين يبقوا قريبين من التخانات، يعني لو 6 3 و3 مثلا تلعب في الرينج ده، يبقى 1 3 و1 والتاني 2 و9 وهكذا، تمام؟ تمام تمام. طيب يبقى انا دلوقتي عملت ايه من المعلومات الكيو ديد والام ديد، والام ديد زائد لايف زائد الامباكت، والكيو ديد زائد لايف زائد الامباكت، قدرت اصمم البليك جيردر واقدر اجيب ابعاده واعمل تشيك ان التنشن بتاعي سيف ما فيهوش اي مشكله. سيادتك كده خدت ايه الدرجه كامله على التصميم بتاع البليك جيرد. ناقص التشيك بتاع لاترال تورشنال باكلينج، ده انت ما بتعملوش الا زي ما يطلب منك، تمام؟ اذا طلب منك قال لك تشيك اللاترال تورشنال باكلينج، بتقوم جاي عامل له تشيك. ازاي اعمل له تشيك بقى؟ ده الجزء الثاني من المحاضره. احنا خلصنا الجزء الاولاني من المحاضره اللي هو تصميم البليت جيرد. التشيك بتاع اللاترال تورشنال باكلينج سيادتك خدته قبل كده كتير، احنا هنراجع عليه طبعا، هتلاقيك خدته في السترينجر والكروس جيردر، بس هناخده هنا ايه عشان ناكد على المعلومات الخاصه بتاعه البليت جيردر المينجر. طيب خلي بالنا بقى دلوقتي، لو خدنا اي كوبري بالشكل اللي قدامنا ده، هو خدنا اي كوبري بالشكل اللي قدامنا ده، ده كوبري اللي هو ديك بريدج، لسبان 30 متر، مسافه بين الكروس جيردر والكروس جيردر 5 متر. السؤال دلوقتي للي يقول لي الكومبريشن فلانج بتاعتي فين؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي فوق. اللي فوق مية مية. يبقى أنا دلوقتي دايما لما يحصل أحمل الكوبري إيه اللي بيحصل؟ ده بيا إيه؟ بينحني كده وده بينحني كده، اللي تحت بيبقى تنشن، اللي فوق كومبريشن، يبقى الفلانجة الفوقانية هي اللي عليها كومبريشن. كلام عظيم. طيب الفلانجة الفوقانية ممسوكة كل قد إيه دلوقتي؟ أنا ماسكها كل قد إيه؟ ها؟ كل مسافه الكروس جيردر. الله ينور عليك. مين اللي قال المسافه الكروس جيردر ده؟ ابراهيم غانم. أيوة. الله ينور يا ابراهيم، فعلا المسافه بين الكروس جيردر والكروس جيردر. عشان كده خلي بالك دايما اللي اكشوال دي معلومه، في حاله الديك بريدج، في حاله الديك بريدج اصحى بقى معايا بقى دلوقتي، في حاله الديك بريدج المسافه ديت هتبقى ال LU actual، المسافة بين الكروس جيردر والكروس جيردر هنسميها ايه كمان شوية، تمام؟ طيب لو عندك بوني بريدج، لو عندك بوني، معلش انا ارجع ليها تاني في اخر المحاضرة واحنا بنتكلم على البوني، بس لو عندك بوني اصحى بقى معاي، الكمبريشن فلانجي هي اللي فوق، تمام؟ الكروس جيردر تحت، الفلانجة الفوقانية ما اناش قادر اربطها هنا بالكروس جيردر، لو حضرتك حطيت هنا اي حاجة هنا تسندها الفلانجة الفوقانية دهيت بتقوم جاية قافلالك الكوبري، تمام؟ لكن بقدر احط براكت كده او حتة لوح من الفلانجة للكروس جيردر يدوبك يسندها ضعيف. فعشان كده ال LU actual في حالة البوني بريدج والسيمي ديك سيمي ثرو اللي هي الفلانجة الفوقانية مش ممسوكة بالكروس جيردر، هيبقى ال LU actual مسافة أكبر من ال A شوي، أكبر من المسافة بين الكروس جيردر والكروس جيردر. كلام واضح؟ يبقى أنا دلوقتي ال LU actual اللي هي المسافة اللي هيحصل فيها
lateral torsional buckling على الفلانج قد تساوي المسافة بين الكروس جيردر والكروس جيردر في حالة الديك بريدج. في حالة البوني بريدج والسيمي ديك سيمي ثرو المسافة دهيت هتبقى أكبر من المسافة بين الكروس جيردر والكروس جيردر اللي احنا هنسميها ايه. كلام واضح ولا لا؟ ده أهم شيء في الموضوع. اللي تشك سهلة المعادلات عندك وهنعمل أمثال وانت هتمشي ايدك فيها مفيش أي مشكلة خالص. اللي تشك سهل يبقى المعادلات عندك. نعم تاني لو سمحت. تاني المسافة اللي بيحصل فيها lateral torsional buckling للفلانج الانبعاج الفلانج بتاعي ده، مش انا عايز اعمل تشيك على الاسترس اللي في الفلانج، بنقول الاسترس ده اقل من الاسترس بتاع lateral torsional buckling او الكمبريشن اللي في الفلانج. طيب الفلانجة، طيب عشان اعرف الفلانجة ديت ايه، طب هي مش متثبتة فين، ايه الاسبان بتاع عدم التثبيت فيها؟ قال لك المسافة بين الكروس جيردر والكروس جيردر. الكروس جيردر ديت مسكالي الفلانجة كويس قوي لانها جاية من المين جيردر اليمين للشمال، فالفلانجة ديت حديد عمرها ما تتحرك لان الكروس جيردر لازقة فيها. تمام؟ يبقى في حالة الديك بريدج المسافة بين الكروس جيردر والكروس جيردر هي الـ LU، الـ L unsupported الطول اللي انا مش قادر اسنده، LU actual الطبيعي. تمام؟ طيب في حالة البني، الحالة البني او الديك اللي بيحصل او السيمي ديك سيمي ثرو، الكروس جيردر يا اما تحت في حالة البني يا اما في النص هنا هوت في السيمي ديك سيمي ثرو. تمام؟ يبقى ايه اللي بيحصل؟ الكمبريشن فلانج حاصل فيها باكلينج، طب عايزة تنبعج، لو في البلان هتنبعج كده ايه اللي ماسكها؟ مفيش كروس جيردر تمسك. تمام؟ لان انا مش قادر احط الكروس جيردر فوق، الكروس جيردر موجودة تحت في التنشن زون ولا لها لازم. لكن انا اقدر اعمل منها ايه؟ بعمل منها لوح مثلث كده براكت بيدخل بين الاستيفنر ويقوم جاي سندني الفلانج دهيت، ولحم الكلام ده فين؟ في الكروس جيردر تحت. سندت الكلام ده بس ما بيبقاش مسند جامد قوي، بسنده زي ما يكون واحد عايز يقع كده، وبسنده بايه؟ بصبعي من فوق، او بسند ايه؟ بايديا من فوق كده. كلام واضح؟ فال LU actual هتبقى اكبر من المسافة بين الكروس جيردر والكروس جيردر. هنحسب اللي كان بيسأل فهم؟ تمام كده. تمام؟ احنا ماشيين براحتنا خالص، اللي عنده احنا معانا وقت كمان ان شاء الله بربع ساعة بالكتير هنكون مخلصين. طيب يبقى انا الـ LU actual عرفته قد تساوي المسافة ايه بين الكروس جيردر والكروس جيردر في حالة الديك بريدج، او اكبر من كده هنحسبها في حالة البوني بريدج. طيب يبقى انا دلوقتي اعرف انا lateral torsional buckling ده هيحصل ولا مش هيحصل. خلي بالنا بقى المواصفات قالت لك ايه المصرية، قال لك ان الـ LU اقل من او يساوي 20 بي فلانج على الاف يل، قص نص جذر اف يل. طيب الاف يل لو ستيل 44 هتساوي 2.8 من 10 طن على السنتيمتر مسطح، حط 2.8 تحت الجذر وال20 دي ثابت، هتلاقي ان في حاله الستيل 44 ال يو على البي فلانج لازم تبقى اقل من او يساوي 12. طيب الـ LU دي هي الـ L unsupported اللي المواصفات بتدهان مش الـ actual. تمام؟ المواصفات بتقولك عشان ايه بقى؟ احسب انت الـ LU على الـ B flange اللي انا حاسبها اصلا من القطاع لازم تبقى اقل من او يساوي 12. طيب انا عندي الـ 12 دي ثابت وعندي الـ B flange معروفة، هضرب الـ BF في الـ 12 هطلع مين؟ LU. سهلة ولا صعبة؟ تمام. طيب يبقى في الحالة الأولانية طلعت الـ LU، طب في الثانية نفس الكلام قانون واحنا بنديهولك في الامتحان، ان LU أقل من أو يساوي 1.83 اريا فلانج في السي بندنج على الـ DWF فيل. طيب
الواحد 83 ثابت، الاريا فلانج بي فلانج في التي فلانج، تمام؟ السي بندنج ثابت 1.13 من مية، الدي دبلو معلومة، الاف يلد 2.8 طن على السنتيمتر المسطح. يبقى المعادلة الأولانية هتحسب لي ال يو، المعادلة الثانية هتحسب لي ال يو، تمام؟ طيب خلي بالك بقى، اصحى من الكلام. في حالة ان ال يو اكشوال، خلي بالنا بقى، اقل من، يبقى انا دلوقتي اف ذا كومبريشن فلانج از بريز اوفر لينس ال يو اكشوال ليس ذان ذا فولوينج، هحسب ال يو من المعادله الاولانيه وال يو من المعادله الثانيه واخد الصغير فيه. واحده طلعت مثلا 520 والثانيه 560، يبقى انا ال يو اللي هي المواصفات بتدهاني 520 اقارنها بالاكشوال، الاكشوال 5 متر. طيب ال 5 متر اقل من 520، خلاص اللي هي يبقى اللاترال تورشنال باكلنج ده مش هيحصل، والفلانجه بتاعتي سيف، مفيش داعي انك تعمل تشيك. يبقى انا كاني هرجع هنا تاني، كان الاسترس اللي طالع اما على الاي في واي، الاسترس ده هو اقل هنا من اف ماكسيمم، لا ده في حاله الكومبريشن كمان هيبقى اعلى من اف ماكسيمم، هيساوي كام؟ 58 من 100 اف يلد، اللي هي هيساوي 1.6 طن على السنتيمتر مسطح. يبقى ده يبقى انت التنشن سيف والكومبريشن سيف، تمام؟ المشكله بتحصل امتى بقى؟ لو ال يو اكشوال اكبر من السمولر بتاع الاكويشن 1 و2، اعمل ايه؟ بعد كده لو دي ال يو اللي طلعت الاكشوال طلعت اقل، اسف، اكبر من الاقل من المعادلتين، لازم اعمل تشيك على اللاترال تورشنال باكل. يبقى اذا ربنا سهل من الخطوتين دول وحسبت ال يو بتاع المواصفات من المعادله الاولى ومن المعادله الثانيه وخدت الاقل فيهم، بعد ما اخد الاقل فيهم بقارنه انا ب ال يو اكشوال، تمام؟ اذا كان ال يو اكشوال اقل من الصغير يبقى انا في السيف سايد، اكبر من الصغير لازم احسب الاف لاترال تورشنال باكلينج. دي معادلتين بحسب منهم اف ال تي بي 1 واف ال تي بي 2 واخد الكبير ايه فيه، تمام؟ تعالوا نشوف الكلام ده مع بعض اهو. اذا طلعت ال يو اكشوال اكبر من الصغير من المعادلتين، بقوم جاي عامل ايه بقى؟ احسب اف ال تي بي 1، انسى المعادلات خالص هنديها لك في الامتحان. يبقى الاف ال تي بي 1 هتساوي 800 اريا فلانج بي فلانج تي فلانج، عندنا سي بندنج 1.13 ال يو اكشوال اللي هي طالعه عندك موجوده، المسافه بين الكروس جيردر او كروس جيردر او البنيه هتبقى اكبر شويه، الدي دبليو معلوم، هطلع اف ال تي بي 1 اقل من او يساوي 1.6. طيب المعادله الاف ال تي بي 2 بقى اجيبها منين؟ قال لك دي لها ثلاث حالات A و B و C، وما بشتغلش على البي فلانج تي فلانج، لازم بتشتغل على القطاع اللي هو البي فلانج تي فلانج وسوتس الويب، وهديكم مثال دلوقتي. يبقى البي فلانج تي فلانج وسوتس الويب بتاعي، هقوم جاي عامل ايه؟ هحسب الاريا بتاع القطاع ده، بي فلانج تي فلانج عندي، سوتس الويب في التي ويب عندي، هقدر اطلع الاريا بتاعت الويب، الاريا بتاعت القطاع اس، تمام؟ واقوم جاي حاسب الانرشا حوالين واي، هحسبها معاكم كمان شويه، واقوم جاي حاسب الار واي السلندر نصف قطر التكور جذر الاي على الاري، يبقى النص قطر التكور ار واي جذر الاي واي على الاري، تمام؟ يبقى انا حسبت هنا الار واي، خلاص؟ اقوم جاي ايه بقى؟ خلي بالنا اجيب ال يو اكشوال معلومه على الار واي بتديني السلندر نس، ثلاث معادلات جيفن ليك. اذا كان ال يو على الار واي اقل من ال 53 و4، هدخل في المعادله دهيت احسب اف ال تي بي من المعادله الاولانيه ده.
طيب لو كان اكبر من او يساوي 53 و4 واقل من 119 هدخل المعادله الثانيه. طيب اكبر من 119 و4 من 10 هدخل المعادله الثالثه. تمام، يبقى ثلاث معادلات معروفين ما فيهمش اي حاجه مجهوله. تمام، جيفن ليك في الامتحان، تمام، او في الكود معاك، وسيادتك بتحسب منهم اف ال تي بي 2. يبقى انا اف ال تي بي 1 معادله واحده سهله، وجيفن 800 اريا فلانج في 1.13 على ال يو اكشوال على الدي دبليو. هنا اهو احسب السلندر نس، اخد القطاع بتاعي بي فلانج تي فلانج وسوتس الويب وتخنت الويب، واحسب الانرشا حوالين واي، وبعدين احسب الار واي جذر الاي واي على الاريا، واقول ال يو اكشوال على الار واي اقل من ديت او بين ديت او اكبر من، اطلع اف ال تي بي مين 2. يبقى انا حسبت اف ال تي بي 1 واحسب اف ال تي بي 2 احد معادلات اي او بي او سي. هاخد انه بقى، هاخد الكبير فيهم. اصحى بقى، مش الصغير، الكبير فيهم، لان دي فرضيه، يا من الاولانيه يا من الثانيه، بس هي فرضيه، فباخد الكبيره فيهم مش الصغير. تمام، ليه؟ لانها معادله امبيريكال، فلو خدت انت الصغير هتبقى مور سيف قوي بتاعك، لان خلي بالنا احنا هنعمل تشيك تاني على الكلام ده. تمام، يبقى انا دلوقتي هاخد الكبير من اف ال تي بي 1 واف ال تي بي 2. تمام، يبقى انا دلوقتي الاسترس بتاعي اللي هو الكومبريشن هيبقى ام على الاي في واي اللي هو نفس الواحد 1.537، هيبقى اقل من او يساوي اف ال تي بي. والله لو هي سيف هيبقى 1.6، مش سيف، هحسب الاف ال تي بي 1 والاف ال تي بي 2، يبقى الاف كومبريشن المفروض اللي طالعه دهيت اقل من الاكبر من اف ال تي بي 1 يا اف ال تي بي 2. حد عنده اي استفسار في التشيك؟ احنا كده خلصنا معظم الشغل، اللي باقي حاجات بسيطه جدا، مسائل وحاجه بسيطه جدا اللي هي بتاعه البوني بريدج لو هو ال يو كبيره شويه. انا دلوقتي وقفت اهو، اللي عنده اي سؤال يتفضل يسال. السلايد دكتور بتاعت لو هي اقل من الـ ال اكشوال، اليو اكشوال، لو ال يو اكشوال، قال السلايد بتاعتها كده، بس احنا كنا بناخد الاقل في القيمه الاقل من القانونين 1 و2. طب القانون اللي فوق دوت اللي هو ال يو اللي فوق دوت، ده اللي هو في اللي فيه في المقام فيلد جذر اس نص. ما هو الاف فيلد لو عندك ستيل 44، معظم الستيل اللي عندنا 44، هتبقى الاف فيلد دي ب 2.8. لو عندك ستيل 52 هتاخد الاف فيلد بتاعته 3.6. فانا عوضت لك، انا من القانون الاولاني عوضت لك فيه في حاله ستيل 44 عشان تبقى سهل. تمام. والقانون الثاني، القانون الثاني ده ملوش دعوه، ما فيهوش اف ال اف يلد اللي عندك داخله فيه اللي هي 2.8، ده قانون ثابت 1.83. ده عشان يبقى داخل فيه الويب، سوتس الويب بالظبط. تمام، لا مش سوتس الويب، بالاريا فلانج هنا، بي فلانج تي فلانج بس. تمام، السوتس الويب ما بيدخلش الا في حساب اف ال تي بي 2 بس. تمام يا دكتور. تمام، تعالوا ناخد مثال اهو. تشيك ذا لاترال تورشنال باكلينج فور ذا سيم ديزايند بريدج اللي احنا صممناه من شويه، اللي احنا جبنا القطاع بتاعه اهو. بعد ما صممنا والقطاع بتاعك اهو، الطلع بتاعي اهو، افكركم بيه، عرض الفلانج 60، سمك الفلانج 4.6، سمك الويب 1.4، الدبس بتاع الويب 300. تمام، تعالوا نعمل تشيك عليه اهو. هقول ال يو على البي اف، البي اف 60 واضرب في 12، ده ستيل 44، طلعت 720 سم. ال يو 1.83، اريا فلانج 60 في 4.6 في السي بندنج 1.13 على الدي دبليو في اف فيلد، طلعت 512. تمام،
يبقى أنا دلوقتي the smaller is 512 سنتي that is greater than the distance between the cross girder اللي هي 5 متر. يبقى المسافة بين cross girder أقل منها، يبقى أنا في safe side كده مش هيحصل lateral torsional buckling. There is no need to check lateral torsional buckling. يبقى ال FC هتساوي ال FT 1.537 أقل من أو يساوي 1.6 طن على السنتيمتر المسطح. وأوكي، ها حد عنده أي استفسار لغاية دلوقت؟ أنا بقول هنا دكتور الـ F compression هتساوي الـ F tension صح؟ ما هي دايماً الـ F compression إما على الـ I for I بتطلع الاثنين زي بعض، لأن أنا أصلاً من الـ check بتاع المعادلة والفرضية بتاعتي حاسب إن الـ T هتساوي الـ C من البداية أهو. بالضبط بالضبط أي. فالـ M على الـ I for I لازم يطلعوا الاثنين زي بعض لأن القطاع بتاعي متماسك، الفلانجة الفوقانية زي الفلانجة التحتانية. تمام؟ تمام أول. الكلام واضح وسهل جدا وإحنا ماشيين خطوة خطوة. تمام؟ المشكلة بقى لو عندك بوني بريدج أو سيمي دك سيمي ثرو نعمل إيه؟ أهو the compression flange of bony bridge أو سيمي دك سيمي ثرو برض الانسبورتد لينس LU اكشوال اكبر من المسافه بين الكروس جيردر والكروس جيردر، لان انا مش قادر اسند الايه الابر فلانج. هعمل ايه؟ المواصفات قالت لك سهل ولا تحتار ولا اي شيء. انا عندك ال LU اكشوال ديت هتبقى معادله برضو جيفن ليك 2.5 الجذر الرابع اي اي واي اي دلتا. هنمسك كل واحد من دي أكبر من أو بيساوي إيه؟ لازم تبقى أكبر من أو يساوي المسافة بين الكروس جيردر والكروس جيردر. طيب القطاع اللي أنا بشتغل عليه نفس القطاع اللي هو بتاع الـ FLTB2 بي فلانج تي فلانج، ودي محور واي في النص TW، ودي DW على 6 اللي هو سوتس الويب وسمك الفلانج. تمام، يبقى انا همسك الفلانجة بتاعتي واشتغل على حتة من الويب معاها واخد القطاع ده احسب اي واي اللي في النص هنا اهي، يبقى الاي واي داخله هنا اهي. طيب الاي 2100 طن على السنتيمتر المسطح، دي ثابتة للستيل كول، هناخدها 2100 طن على السنتيمتر المسطح. تمام، يبقى الاي ثابت طن وسنتي، يبقى الاي واي احسبها حوالين محور واي بالسنتي احسبها معاك دلوقتي. الاي المسافه بين الكروس جيردر والكروس جيردر بالسنتي. طب دلتا قال لك دلتا ديت هي بقى ايه الحته بقى شكل اليو الفريم اكشن بتاع شكل اليو بتاع الله ينور عليك الفريم اكشن بتاع اليو حسبه والله لو كبير او صغير، لو انت مدعم الاستفنر جامد سمك الاستفنر كويس الارتفاع بتاع البني مش كبير قوي كل ده بيتوقف عليه، لها معادله رخم فعشان كده بتطلع دايما في الرنج ده عملي من 5 من 100 ل6 من 100 سنتيمتر برطن. يبقى انت سيادتك هتاخدها من 5 من 100 ل6 من 100. تمام، عادة بتبقى جيفن في الامتحان لو هو بني بيقول لك خد الفلكسبيلتي بتاع اليو فريم 0.06 او 0.05. تمام، خليها انت لو هو بني خدها 0.06، لو هو سيمي دك سيمي ثرو خدها 0.05 سنتيمتر برطان. تمام تمام، يبقى المعادلة. تعالى ناخد مثال بقى يا ريس ونختم بقى فين بالمحاضرة بتاعتنا. ادي المثال اهو calculate the unsupported lens of the bony bridge لنفس الكوبري، اعتبر ان الكوبري ده بني بعد ما صممناه، ده سمك الفلانجة 4.6 عرض الفلانجة 60 تخنت الويب 1.4 وده دبل اهو، خدت انا 60 سمك 4.6 وسدس الويب 30 على 6 وتخنت الويب 1.4 احسب اي واي اهو. خلي بالك اصحى بقى، تخنت الفلانج 4.6 في 60 اس 3 على 12 زائد 300 على 6 ب 50 في تخنت الويب اس 3 على 12 ادي اي واي.
اخد القانون بتاعي ال يو 2.5 الجذر الرابع اي 2100 ادي الاي واي الاي المسافه بين الكروس جيردر والكروس جيردر بالسنتي اصحى للوحدات وادي الفلكسبيليتي بتاع اليو فريم 0.06 طلعت 671.9 سنتي اكبر من 500 اللي هي عندي يبقى خلاص هاخدها 671.9 تمام بس لما طلعت اكبر من 500 لازم اعمل ايه بقى اخش لها على 1 و2 الله ينور ادخل على الاف ال تي بي 1 والاف ال تي بي 2 واجيب الكبيره فيهم واقول ان الاف ماكسيمم اللي انا حاسبها اللي هي 1.537 اقل من او يساوي الكبير من المعادلتين يا اما اذا طلعت واحده منهم اكبر من 1.6 هتبقى 1.6 وريحت انا كده خلصت المحاضره بتاعتي زي ما وعدتكم بالظبط من 2.5 قبل العصر عشان الناس اللي صايمه واللي عايز يريح ولا كده اللي عنده اي استفسار يسال انا اقعد معاك لغايه الفطار مفيش مشكله حد عنده اي استفسار هي هنا يا دكتور لو ليه الالتيميت اكشوال طلعت اقل من الايه هاخدها بتساوي ايه لو هي اقل من الايه هي المفروض تبقى اكبر من او يساوي الايه ما هي مش معقوله هو بقول بني وهو المفروض يطلع اكبر من المسافه ويطلع اقل يبقى اقل من الدك انت واخد بالك هي معادله امبيريكال بس لوجيك لو طلعت اقل من الايه اخدها اللي هي الحاله ايه اللي هي الايه اللي هي المسافه بين الكروس جيردر والكروس جيردر طبعا انا بقى دكتور ما بحسبش مش ديت كده الاكشوال المفروض ان انا بروح احسب ال1 وال2 انت بتحسب ال يو اكشوال من البدايه تاني اهو خالص تعال اهو طيب انا هنا اهو انا حسبتها ال1 وال2 بروح احسبهم تاني ال1 وال2 ال تي بي 1 ايوه ال تي بي الاف ال تي بي الاستريس ال ال التيميت دكتور اللي هي كانت المعادلتين ال ال يو ال ال التيميت دي خلي بالك ال ال يو ده هي على البي اف دي من البدايه خالص اذا كان فيها او دي ملهاش دعوه بال ال يو اكشوال هي دي لها دعوه بال ال يو اكشوال لا ملهاش تمام ال ال يو اكشوال لو ديك بريدج هتبقى الايه لو بني هحسب من الايكويشن اللي انا حاسب عندك هنا اهي دي خلصنا منها يبقى ال ال يو اكشوال يا اما هتساوي ايه في حاله الدك يا اما هتساوي القانون 2.5 الجذر الرابع اي اي واي اي دلتا تمام تمام بعد كده ال ال يو بس دي معادلات الكود هحسبها ملهاش دعوه بالاكشوال دلوقتي انا بقارن بالاكشوال هحسب هنا مره وهنا مره واخد الصغير فيه اقارنه بالاكشوال اللي انا حاسبها يا الدك يا البني اذا طلعت ال يو اكشوال اقل يبقى سيف في حاله الاثنين يا دك يا بني اذا طلعت اكبر يبقى ان سيف في حاله الدك يا البني لازم احسب انا اعمل تشيك على اللاترال تورشنال باكلينج اتاكد ان هو الاجهادات ما زادتش عنها تمام يا تمام انا كده خلصت اللي عنده اي استفسار يسال يا جماعه ما فيش اي مشكله خالص طب هو دكتور لو ما طلعش سيف ال يو اكشوال طلع اكبر من ال1 وال2 ده كده هشتغل بالمعادلات اللي هي المعادلات الكبيره اللي هي كان فيها معادله ايوه هدخل على المعادلات دي ال تي بي 1 اجيب 1 واجيب 2 واخد الكبيره فيهم وقارن الكلام ده هو بالاف الاكشوال الكومبريشن اللي جاي على القطاع تمام حد عنده اي استفسار تاني احنا معانا وقت المعادله المحاضره ساعتين يا جماعه اللي عنده اي اسئله يتفضل يسال خلاص يلا بالتوفيق ان شاء الله وكل سنه وانتم طيبين للإخوة المسلمين والإخوة المسيحيين كل سنة وهم طيبين على عيدهم اللي كان فات من كذا يوم وإن شاء الله وبإذن الله نشوفكم الأربع اللي بعد العيد إذا ربنا ادانا العمر إن شاء الله وبإذن الله السلام عليكم.